بلفور وما نتج عنه من جرائم ضد أبناء شعبنا وضد أرضنا ما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا. هذه اللجنة أعلنت في 2 تشرين 2016 عن بدء فعاليات المئوية، وهي اليوم تنظم هذه الفعالية في مخيم الجلزون، مخيم الصمود، واثقين أنها جزء من برنامج مستمر حتى نهاية هذا العام، أي 2 تشرين 2 2017. مرة أخرى أرحب بكم ونؤكد أن اللجنة وأن شعبنا رغم كل المآسي مصمم على مواصلة نضاله وعمله وتضحيته للدفاع عن حقوقه الوطنية. أرحب بكم ثانية وأترك الكلمة للزميل تيسير نصر الله باسم اللجنة الوطنية لمئوية الدفاع.